مشاهدينا الكرام معنا الفنانة القديرة نجية العراف اللي ديما نحبوا أدوارها وخاصة في الدور الأم وشفناك سمية هبلاتك على جا سعد القط. سعد القط وي والزهر ما كاش وين بنتي ما تزوج يجوا يخطبوا ما يدوهاش وكاين وبوستيشا اللي نروح نخطب له بالموس. الفنانة أنا حابين نعرفوا إذا يعني هذا رمضان 2023 راح تكوني انا الاخبار اللي عندي والمعلومات اللي تقول انه راح تكوني في عملين وعلى قناه في الاول عمل هو 11 هو حاجه مليحين وعندي البطحه. قبل ما نهضروا على البطحه حابين نعرفوا يعني في 11 وشنو هي ولا الدور اللي راح تاديه؟ انا عندي دور الام نتاع ممثل ان شاء الله نقدر نخرجوا ان شاء الله. الام مليحه الام القبيحه مليحه ماشي قبيحه بصح في الدو في الانتاج الثاني ام قبيحه. وكيفاش قدرت يعني توفقي بين العملين تكوني يعني مثلا في الدور قبيحه والدور؟ الحمد لله انا عملت مع يما وين كنت مواني حنينه وعاقله وكنت او ميم طون نخدم في شهر مع عشر العشر وين لعبت قبيحة بالموس ونواسف الناس يعني ممثل هكذا يقدر يكون حنين يقدر يكون لازم يتقمص كاع الأدوار. وكيفاش تقدري يعني توفقي بين العمل وحياتك الخاصة؟ يعني كاين ترتيب يعني فو سافواغ كيفاش جيغي هاد الاخر وين نتاع الدار وكاين دي جوغ وين عندناش خدمة يعني نتهم بالدار نتهم ب وكاين نهارات وين تخدم اوبليجيك. مريت الحمد لله مريتي يعني بوقت ولا بفتره حاولتي انك تركزي على حياتك الخاصه ولا حياتك العائليه وتاجلي اعمالك الفنيه؟ لا لا يعني ما عمري ما قدرت ما هجلت العمل الفنيه وزوجي ثاني فنان ويعرف الظروف ويعرف كيفاش يعني متفاهمين في هذا كي نكون انا خدامه بعيد هو راه في الدار لا تيم عاد الدراري تو. العام اللي فات خدمت في البرج بوعريريج مسلسل مع لا تيليفزيون وين كنت بزاف نقعد في البرج مي كنت الحمد لله تاكله على الزوج تاعي. ما عندكش مشكلة أنك تكوني في عمل يعني يكونوا معك ممثلين خلينا نقولوا هما مخرجي مواقع التواصل الاجتماعي؟ اللي عنده جو سي با كاين ممثلين وين ما داروش مدرسة ولا ما داروش مي عندهم موهبة يعني نقدروا نسيو نعاونوهم ثاني نوروا لهم لما فهموش حاجة ولا ما عنديش مشكل يعني ما عنديش. يعطيك الصحة الفنانة نجية واش تقولي للجمهور ديالك؟ نقول لهم ان شاء الله راكم بخير على خير واستناونا ان شاء الله في رمضان لا ربي يقدر وكل عام وانتم بخير وصحه رمضانكم زال رمضان شويه طويل.